السجائر والتمباك حرام يا جماعة، الاثنين حرام، وكذلك الشيشة، وأسوأ منهم البنجو والمخدرات، الحبوب والبودرة والمخدرات اللي بيعملوها بأي نوع من أنواع المخدرات دي كلها حرام، وأشد حرمة من السجائر والصعود. أما السجائر والصعود دي حرام، لكن ما كل حرام بيبطل الوضوء، ما كل حرام هو ناقض من نواقض الوضوء، ده براو وده براو. لأنه بعض الناس لما يسألوا سؤال زي ده وتقول لي يا أخي السجائر والصعود ما بيبطل الوضوء، يقول لك أيوه يعني نشيف مشكلة، ما في علاقة، هو حرام ما عنده علاقة بإبطال شنو يا جماعة؟ الوضوء. دليل على الحرمة كثير. أول حاجة السجائر والصعود حرام ولا ما حرام؟ حرام. الآن بتاع الصعود ذاته في الدكان أو في البترينة تلقى كاتب فوق شنو؟ الصعود ضار، مش كده؟ ضار بالصحة. السجائر في العلبة مكتوب شنو؟ التدخين ضار بالصحة. وراسم لك صورة شلوة بتاع الزول عنده سرطان، صح؟ صح ولا ما صح؟ مش ضار وده ضار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله. فحرام يا جماعة. ليه؟ لأنه ثبت ضرره، وضرر ضرر عجيب يا جماعة، مش ضرر بسيط. كان السجائر كان صعود. ثم الأموال اللي بتشتري بها السجائر والصعود دي ربنا بيسألك، ولا أنا الليلة الناس عايش ما لاقي، الواحد يجيب صف من قبل الصبح عشان يطلع له بسبع عيشات، صح ولا ما صح؟ أنت تمشي تشتري بها أخي صعود؟ فده ما بيجوز. وربنا بيسألك من المال ده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد من عند ربه عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، دير كده أربعة، والخامسة وعما عمل فيما علم. أي زول ربنا بيسأله من ماله أنفقه بشنو، أي جزء من المال كان بسيط كان قليل ربنا يسألك منه كله، يسألك منه. فهل يستطيع إنسان يجيب يقول يا أخي المال الفلاني والجنيه الفلاني أو العشر جنيه الفلاني شرد بها صعود أو سجائر؟ والناس عارفين إنه الشغل ده شغل خبيث، عشان كده لو جاء جامع بيخدته لك برا براه بدون ما تفتيه، لأنه عارف حاجة عفنة بداخلها جوا المركب جوا الشراب ذاته، صح ولا ما صح؟ فالناس عارفة إنه الشغل ده حرام، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. بعدين أنا أسأل الفائدة شنو يعني؟ لما تاخذ لك سفة هنا فوق أو تاخذها تحت وبعدين حروف وخذتها بالجنبة قول اتمسحت بها عديد، الفائدة شنو؟ هل في فائدة بتحصل يعني؟ ما هو ذول الناس ما قاعد يسيفوا ولا قاعد يسجلوا، عندهم دماغ ولا ما عندهم دماغ؟ عندهم. انت لو فكرت بالمسألة من ناحية عقل بتلقاه ما عنده أي فائدة، خلي حرام ضار ده خلي جنبه، هو ما عنده فائدة ذاته، بس نوع من الشفتنة. واحد تلقى له زهجان كده يقوم يولع سيجارة أوف يفكها فوق على السماء كده، يعني خلاص المشكلة اتحلت. هي المشكلة ما اتحلت، المشكلة ما اتحلت، المشكلة قاعدة، المشكلة اللي بيسببها أنت دخنتها وشربتها دي هي قاعدة ما اتحلت، صح ولا ما صح؟ فده هروب من الواقع. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف قال، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يعني همه أمر فزع إلى الصلاة. والحديث صحه الألباني وصحه العلامة أحمد محمد شاكر عليهما رحمة الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يعني همه أمر وجاءه هم طوالي بيعمل شنو؟ بيفزع إلى الصلاة. الليلة كثير من الناس الواحد يجي وهم يقول لك اشنق لك سفة كده وصنقي اقعد جنب النيل، في النهاية بترجع البيت تلقى المشكلة قاعدة. فما حليت يا ناس، زول يكون فاهم يكون زول ذكي، دي حركات تاع الشفتنة في الغالب. وفي ناس قاموا عليها ما قصدهم شفتنة لكن قاموا عليها أو تربوا عليها، واحد لقى خاله بيسيف بقى يسيف، أو كان عمه بيرسله يجيب الصعود أو السجاير أو أبوه، فكل ما يمشي ياخذ له حاجة منها لحد ما يتعود. في حاجات زي دي برضه بتحصل كنوع من التربية السيئة. عموما الزول يخلي الأشياء دي، والتوبة تجب ما قبلها يا جماعة، وربنا غفور رحيم. لكن لمنو؟ للزول اللي بيرجع عليه الله، مش الزول اللي يعمل معصية يقول يا ربنا غفور رحيم، للزول اللي بيتوب ده اللي يرجو رحمة الله، والزول اللي بيخلي الغلط وبيخلي الحرام.